أهلا بكم من جديد إلى عالم الكرة الصفراء الآن، حيث توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة في تاريخه إثر فوزه في المباراة النهائية على السويسري ستان فافرينكا بثلاث مجموعات دون مقابل. الظفر بمثل هذه الألقاب يتطلب مواصلة الصعود نحو القمة أو السير بخطى ثابتة. الموقعة الكبرى رافائيل نادال في مواجهة ستان فافرينكا تحت أعين أصحاب القبعات البيضاء في رولان جاروس. Mesdames et messieurs, Rafael Nadal a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. المتدور الإسباني الباحث عن لقب عاشر جديد هذا الموسم كان عليه أن يحبط مساعي اللاعب السويسري مبكرا، بداية خطط لها نادال وطبقها كما هي عادته على الملاعب الترابية متقدما بالمجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين. فافرينكا المصنف الثالث على العالم حاول كبح جماح المصنف الرابع في المجموعة الثانية، لكن أن له هذا ونادال يستدعي خبرات السنين بتحركات سريعة للغاية وتسديدات لا تصد ولا ترد، وقف فافرينكا يائسا فعض الكرة بدلا من عض أنامل يديه. نادال وصل تألقه وستان وقف يشاهد هذه الكرة فصفق لغريمه الذي واصل إبداعه كشاب عشريني أمام السويسري الذي غير مضربه ولم يغير من خطته. نادال أرهق فافرينكا أيام إرهاق بتصويبات من اليمين واليسار، فلم يجد السويسري إلا تحطيم مضربه الجديد. أما نادال فحطم نفسية منافسه بستة أشواط مقابل ثلاثة، وصورة هذه الإحصائية تلخص المشهد. اللقب العاشر لنادال بات على بعد ستة أشواط أخرى، فهل ينتفض فافرينكا؟ العكس تماما ما حدث، فورة حماسية رهيبة على وجه نادال وإحباط رصدته العدسات على وجه فافرينكا. لياقة بدنية هائلة لنادال في مقابل انهيار كبير لدى فافرينكا، والنتيجة ستة أشواط مقابل واحد. ولقب عاشر للماتادور عن جدارة واستحقاق، أكد أنه بالفعل ملك الملاعب الترابية.